السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وفاء فراش فرقة تانية. النهاردة بإذن الله هنكمل شابتر الانفلاميشن بتاعنا. احنا خدنا الأكيوت انفلاميشن، هناخد بإذن الله النهاردة الكرونيك انفلاميشن ومواضيع كمان معي. موضوعنا النهاردة الكرونيك انفلاميشن، الجرانيولوماتس انفلاميشن، التيبركلوزس. خلينا نحط في دماغنا كده ان الجرانيولوماتس انفلاميشن ده تايب من الكرونيك انفلاميشن، والتيبركلوزس ده تايب من الجرانيولوماتس انفلاميشن. التيبركلوزس ده اللي هو التي بي، اللي هو مرض السل يعني. تمام، يعني لما اجي اقول لك الجرانيولوماتس انفلاميشن ده اكيوت ولا كرونيك تقول لي كرونيك. تمام، تيبركلوزس ده نوع من الجرانيولوماتس انفلاميشن. الجرانيولوماتس انفلاميشن دي ايه؟ دي كرونيك. تمام، هنفتكر مع بعض بس الانفلاميشن. خلينا نقول ان الانفلاميشن ده عباره عن ريسبونس، ده رد فعل من الجسم ضد حاجه غريبه داخله عليه. تمام، هو مش باثولوجي. طب احنا ليه حطيناه تبع الباثولوجي؟ حطيناه تبع الباثولوجي عشان الكومبليكيشنز والاعراض والمضاعفات اللي بتترتب عليه يعني. تمام، بيقول لك بقى الديفينيشن بتاع الانفلاميشن ده عباره عن ايه؟ فاسكولار لينفاتيك اند سيلولار رياكشن اوف ذا ليفينج تيشو اجينست ان ايريتانت. الريتانت يعني حاجة داخلة تثير الجسم بتاعنا، حاجة غريبة على الجسم بتاعنا داخلة تثيره. الجسم هيستجيب لها على ثلاث رياكشنز. تمام، vascular reaction, lymphatic reaction and cellular reaction. vascular reaction الجسم ده دخل خلاص موت شوية خلايا، اما شوية خلايا ماتوا طلعت منهم مواد. المواد اللي طلعت منهم دول حفزت البلاد فيسلز ان هو يخرج لنا وايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء، عشان دي من ضمن جهاز المناعه بتاعنا عشان تتصدى للخطر اللي جاي لها، ده تدافع عن الجسم. تمام تمام، طيب احنا كده استخدمنا الفاسكولار، طيب الليمفاتكس هنستخدمه ازاي؟ طيب مش الجسم مفروض في خلايا ماتت، المفروض نتخلص من الخلايا اللي ماتت دي، مفيش حاجه في الجسم هي هتقعد، الجسم يتخلص منها على طول. هنتخلص منها عن طريق ايه؟ عن طريق الليمفاتكس. الليمفاتكس ده بيخلصنا منها. طيب سيلولار رياكشن هو مين اللي حصل له ديستراكشن ومين اللي حصل له على مستوى الخلايا ماتت وكده؟ السيل نفسها، فده سيلولار رياكشن على مستوى الخليه نفسها. نقول تاني، يبقى هو عباره عن فاسكولار ليمفاتيك اند سيلولار رياكشن ذا ليفينج تيشو اجينست ان ايريتانت. عشان كده البودي بتاعنا بيستخدم الديفنس ميكانيزمز عشان يمنع الدامج اللي هيحصل نتيجه الدامج اللي هيحصل للتيشو بتاعنا ده. ماشي ماشي، طيب هدف الانفلاميشن بتاعنا ايه؟ حاجه داخله على الجسم غريبه المفروض هتعمل له تيشو ديستراكشن بقى وهتبهدل الدنيا. الانفلاميشن ده هدفه ايه؟ هدفه ان هو لوكالايز، يحجم الديستراكشن بتاع التيشو ده ويهيئه ان هو يعمل ايه؟ ريبير، عشان يصلح بقى الحاجات اللي اتكسرت والحاجات اللي باظت والحاجات اللي مات، يصلح الحاجات دي كلها. ماشي، اتفق ان اي حاجه اخرها ايتس معناها انفلاميشن. يعني مثلا ابندسايتس ايتس انفلاميشن، ابندكس اللي هي الزائده الدوديه، ابندسايتس انفلاميشن فين؟ في الابندكس، التهاب في الزائده الدوديه. التايبس بتاع الانفلاميشن اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. النهارده هنتكلم عن الكرونيك. بسم الله. الكرونيك بتاعنا كرونيك معناها بالعربي كده معناها مزمن. طيب نتفق برضو ان الكرونيك، اما اقول على اي حاجه كرونيك معناها سلو وبرولونجد انفلاميشن، عنده لونج ديوريشن، سلو في الاكشن ولونج ديوريشن. طيب هنشبهه بشخص تقيل كده وراسي يعني، بس بزياده قوي ده بقى اللي هو سلو بطيء وعنده برولونجد انفلاميشن. الانفلاميشن بياخد وقت طويل قوي معاه، بيستمر من شهور لسنين. في حاجات بتحصل، اما تحصل الحاجات دي اقدر ابصم واقول ان ده كرونيك انفلاميشن. ايه الحاجات اللي بتحصل دي بقى؟ الحاجات اللي بتحصل ان يحصل كونتينوس انفلاميشن، الانفلاميشن شغال مستمر، تيشو ديستراكشن، حصل تدمير للتيشو، حصل فايبروزس. هيهيل بقى يعني هيصلح اللي حصل ده ازاي؟ بحاجه اسمها فايبروزس، تاخدوها في الريبير يعني. تمام، بعمليه اسمها ايه؟ بعمليه اسمها فايبروزس. طيب الكوزس بتاع الكرونيك انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن ممكن يجي لنا بعد اكيوت انفلاميشن، احنا فشلنا ان احنا نعالج الاكيوت ده فقلب لنا بكرونيك، او ممكن ريبيتد اكيوت اتاكس، يعني كل شويه يجي لنا اكيوت انفلاميشن ويقوم خاف، اكيوت انفلاميشن ويخف تاني، اكيوت انفلاميشن ويخف تاني. فالمريض بقى يتعايش بقى مع الاتاكس، النوبات اللي بتجيله دي كل شويه، فتحول عنده من اكيوت لايه؟ لكرونيك. او ممكن اصلا جاي كرونيك من البدايه نتيجه
لو فيريولنت اورجانيزم. يعني ايه لو فيريولنت اورجانيزم؟ هتعوضها في المايكرو حاجه اسمها فيريولنس. فيريولنس معناها السيفيريتي بتاع الانفكشن، شده الانفكشن اللي بيعملها الاورجانيزم ده. طيب الاورجانيزم اللي هيسبب كرونيك انفلاميشن، معروف عن الكرونيك انفلاميشن ان هو سلو وبرولونجد، فالاورجانيزم اللي هيسببه برضو عمله بيبقى بطيء وبياخد وقت. طيب الانفكشن بقى اللي بيعملها اللو فيريولنت اورجانيزم ده بتبقى مايلد، خفيفه وطويله بقى، يعني بتاخد وقت طويل، بيعمل مايلد انفكشن وبرولونج ديوريشن على مده زمن طويله، والانفكشن بتاعتها مش سيفير بقى وشديده وكده، لا هي مايلد خالص. تمام، عرفنا كرونيك انفلاميشن، عرفنا الديفينيشن بتاعه، احنا قلنا سلو وبرولونج يعني بطيء وبياخد وقت طويل من مانثز ليرز. الحاجات اللي هتحصل عشان اقدر اقول ان ده كرونيك انفلاميشن، هيحصل كونتينوس انفلاميشن مستمر، هيحصل تيجو ديستراكشن، هيحصل ايه فايبروس. الكوزس بتاع كرونيك انفلاميشن قلنا ممكن يجي اكيوت وما قدرناش نعالجه، او ممكن ريبيتد اتاكس من الاكيوت انفلاميشن ده عمال تتكرر 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 فقلبت معانا بكرونيك، او جاي من كرونيك من البدايه نتيجه لحاجه اسمها لو فيريولنت اورجانيزم. تمام. الميكانيزم بقى بتاع الكرونيك انفلاميشن، اول ميكانيزم نتيجه لبرزيستنت انفكشن. انفكشن عندنا احنا مش قادرين خلاص يعني نتخلص منها خلاص، يعني احنا بنعمل ده انفلاميشن عن طريق الانفكشن دي، عن طريق مايكرو اورجانيزمز، اورجانيزم صغيره اوف لو فيريولنت تايب. فهمنا بقى طبعا لو فيريولنت خلاص بقى فهمناه اللي هو ايه، اللي هي بتعمل مايلد انفكشن. انفكشن بتبقى مايلد و برولونج ديوريشن، بتاخد وقت طويل. ممكن الميكانيزم الثانيه بتبقى توكسيك ايجنتس او برولونجد اكسبوجر. التوكسيك ايجنتس دي ممكن تبقى اكسوجينس او ممكن تبقى اكسوجينس. اكسوجينس يعني جايه من بره الجسم، زي ماده اسمها السيليكا. السيليكا دي اللي هم العمال بتوع المصانع وكده بيعملوا بيستخدموا السيليكا دي عشان الازاز وكده، فممكن السيليكا دي يتنفسوها ويشموها بالغلط، فما بيشموها بالغلط بتعمل لهم انفلاميشن اسمه inflammatory lung disease، بيعمل لهم inflammation في الرئة بتاعتهم اسمه silicosis. silicosis جاي من السيليكا يعني. او ممكن تبقى المادة التوكسيك دي endogenous. endogenous زي ايه؟ زي الاثيروسكليروسيس اللي هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين من ضمن اسبابه اللي هي مادة الكوليسترول. مادة الكوليسترول ده ممكن تبقى توكسيك بتتجمع وتعمل لنا ايه؟ تصلب في الشرايين عندنا. او الميكانيزم الثالثة autoimmunity. autoimmunity يعني الجسم عمال يهاجم نفسه، عمال يهاجم نفسه بنفسه كده، ما حدش عمل له حاجة اصلا، هو عمال كده ايه يهاجم نفسه. طيب المورفولوجيكال فيتشر بتاعتنا، المورفولوجيكال فيتشرز بتاعتنا، اول حاجة التيشو ديستراكشن بتاعنا مش بيبقى شديد قوي، يعني بيحصل تيشو ديستراكشن كتير زي الاكيوت. الاكيوت احنا قلنا هو صادن ورابد على طول، بيحصل بسرعه وكده في ثانيه. اما ده يعني هو الاكيوت بيحصل بسرعه قوي، فبالتالي الدستراكشن هيعمل دستراكشن كتير، لان هو عمال بسرعه بسرعه ورابد اتاكس بقى، عمال ايه عمال يعمل دستراكشن كتير. اما الكرونيك بقى بتاعنا شخص هادي فراسي تقيل طبيعي، هي ايه مش هيأثر التاثير اللي هو يعني هيعمل مينيمال حاجات يعني صغيره في الديستراكشن بتاع التوشيه. تاني حاجه سكانتلي فلويد اكسيوديت. فلويد اكسيوديت قليل عن الاكيوت انفلاميشن. ليه بقى؟ لان الاكيوت انفلاميشن بيحصل فيه فازو دايلاتيشن اللي هو البلاد فيسلز بتوسع يعني، اما الكرونيك انفلاميشن بيحصل فيه فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن ما بتخرجناش الفلويد اكسيوديت ده، فبالتالي فلويد اكسيوديت كميته تبقى قليله فين؟ في الكرونيك انفلاميشن. تالت حاجه مهمه البلاد فيسلز بتشو حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليترينز. اند يعني نهايه، ارترايتس في الارتري، اوبليترينز يعني مقفوله، نهايات الارتري دي بتبقى مقفوله. طيب ازاي؟ لان نتيجه للانفلاميشن ده الوول بتاع الارتري بقى سك واليومن بتاعه بقى ضيق، فالوول بقى سك واليومن بقى ضيق فحصل اوبليتريشن قفل، فحصل حاجه عندنا اسمها اند ارترايتس اوبليترينز. دي حاجه مميزه في الكرونيك انفلاميشن. رابع حاجه السيلز بتاع كرونيك انفلاميشن بقى ليمفوسايتس ايزينوفيلز بلازما سيلز ماكروفاجز فايبروبلاست فورين بودي جاينت سيلز الحاجات دي. البلازما سيلز مهمه، الليمفوسايتس مهمه، الماكروفاجز الفايبروبلاست
بنهيل بالفايبروزس هنا كده عشان كده في فايبروبلاست. بعد كده اتكلمنا عن التايبس اوف الكرونيك انفلاميشن، عندنا تو تايبس، واحد سبيسيفيك والتاني نون سبيسيفيك. ليه خدنا ليه قلنا على ده سبيسيفيك وقلنا على ده نون سبيسيفيك؟ ليه قلنا عليهم كده؟ قلنا الاول واحد سبيسيفيك لان في حاجه كاركترستيك، يعني حاجه مميزه في الهيستولوجي بتاعه، في شكل الهيستولوجي بتاعه حاجه مميزه كده اسمها الجرانيولوما. الجرانيولوما دي بتحصل في مرض اسمه تي بي وهناخدهم دلوقتي ان شاء الله. او ممكن تاني تايب معانا نون سبيسيفيك، يعني ما بيعملش حاجه مميزه يعني في الهيستولوجي عادي، يعني caused by different types of organisms that can produce characteristic histological appearance. ما بتقدرش تنتج يعني characteristic حاجة مميزة يعني في ال appearance بتاعها. يعني قلنا types specific و non-specific. specific لأنه بيعمل حاجة characteristic اللي هي الايه؟ granuloma في مرض اسمه TB اللي هو tuberculosis اللي هو السل اللي قلنا أول حاجة ده. أو non-specific ما بتعملناش حاجة characteristic. يعني نقارن بقى بين الأكيوت والكرونيك إنفلاميشن، إيه الحاجات اللي بتسبب الأكيوت والحاجات اللي بتسبب الكرونيك؟ الحاجات اللي بتسبب الأكيوت باثوجينز، يعني حاجات بتجيب هي باثوجينز اللي هي جاية من باثولوجي يعني أمراض يعني، أو إيريتانتس حاجة بتصير الجسم بتاعنا أو دامج حصل دامج يعني. كرونيك بقى نتيجة الأكيوت إنفلاميشن أو حاجات مش قادرين نكسرها، نون ديجريدابل او فورين بادي عندنا، مش فورين بادي حاجات غريبه على الجسم، او ممكن اوتو اميون ايه رياكشنز الجسم بيهاجم نفسه بنفسه. طيب الميجور سيلز بتاع الاكيوت نيوتروفيلز مهمه مميزه للاكيوت، والبيزوفيلز والايزينوفيلز ومونوسايتس وماكروفاجز. كرونيك بيبقى مونوسايتس ماكروفاجز ليمفوسايتس بلازما سيلز فايبروبلاستس. تمام. الاونسيت قلنا بتاع الاكيوت صدم ايميديت في الحال على طول، اما ده بقى براحته delayed. طيب الديوريشن بتاع الاكيوت بيقعد وقت خفيف خفيف كده بسرعه 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 بيخلص كل حاجته بسرعه few days. اما بقى الكرونيك many months or years بيمتد many months or years كتير بقى، يعني من شهور لسنين راسي براحته. الاوتكمز بتاع الاكيوت بقى ايه اللي بينتج عن الاكيوت ده بقى؟ هنا ممكن يحصل resolution تحلل الخليه او abscess نكون خراج او نكون كرونيك انفلاميشن. كرونيك بقى بينتج عنه ايه؟ تيشو ديستراكشن او ايه؟ فايبروزس. هنهيل وي فايبروزس يعني مش او وي كان تيشو ديستراكشن وفايبروزس لان احنا هنهيل هنهيل يعني هنتعالج يعني هنصلح الحاجات دي بالايه؟ بميكانيزم اسمها فايبروزس. كده خلصنا الكرونيك انفلاميشن. نجيبه من الاول تاني، عرفنا ان الكرونيك انفلاميشن سلو ولونج ديوريشن بطيء بياخد وقت طويل من months ل years. الحاجات اللي بتحصل فيه continuous inflammation بيحصل tissue destruction بيهيل بالفايبروزس. طب الكوز بتاعته ممكن يجي بعد الأكيوت inflammation ما قدرناش نعالجه، أو rapid يعني repeated attacks من الأكيوت inflammation، أو ممكن جاي كرونيك من البداية نتيجة low virulent organism ده عرفناه، low mild infection بيقعد prolonged time. يعني كده الميكانيزم بتاعنا احنا قلنا الميكانيزم أو الميكانيزم نتيجة infection أو نتيجة toxic agents أو نتيجة auto immunity الجسم عمال يهاجم نفسه بنفسه. المورفولوجيكال فيتشرز وقارناها بالاكيوت، عرفنا اول واحده ده تشو ديستراكشن هنا قليل، الفلود اكسيديت هنا قليل. الحاجه المميزه ليها ان ذا ارتريس اوبليترينز مقفوله. السيلز اوف كرونيك انفلاميشن بقى الليمفوسايتس ايزين فيلز بلازما سيلز ماكروفاجز فايبروبلاستس فورين بودي جاينت سيلز. تايبس اوف كرونيك انفلاميشن عرفنا سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك لان هو بيدينا حاجه كاركترستيك هيستولوجيكال ابييرنس يعني هي جرانيولوما. نون سبيسيفيك ما بتديناش حاجه كاركترستيك يعني. تمام كده قارنا بين الاكيوت والكرونيك، اظن مش محتاجه يعني لان الكلام ده عارفينه قبل كده. هنتكلم بقى عن نوع من الكرونيك انفلاميشن اسمه جرانيولوماتس انفلاميشن. ده نوع من ايه؟ نوع من الكرونيك انفلاميشن. صح، مش احنا خدنا كرونيك انفلاميشن نوعين تو تايبس، تايب سبيسيفيك ولا سبيسيفيك. الجرانيولوما دي كانت ايه؟ كانت سبيسيفيك. طب كانت سبيسيفيك ليه؟ لان هي كانت بتدينا هيستولوجيكال ابييرنس مميز، شكل مميز كده. تمام. طيب الجرانيولوما دي عباره عن ايه؟ الجرانيولوما دي عباره عن اجريجيشن من الماكروفاجز، تجمعات من الماكروفاجز. طيب يا حاجه ماكروفاجز ايه اللي خلاكي تتجمعي وتقعدي لنا في المكان ده يعني وتعملي لنا بقى
ماس، الجرانيولا دي عبارة عن ماس، هو ده اللي بيديها الشكل المميز، هي ماس كتلة كده من الماكروفاج. طب يا حاجة ماكروفاج، ايه اللي خلاكي تقعدي عندنا بقى؟ اللي خلاها تقعد النتيجة الجسم الغريب ده، هي الماكروفاج يعني مش قادرة تعمله دايجيشن، مش قادرة تكسره، فعمل قامت قعداله بقى. يعني هي ما قدرتش، هي بلعته بس مش قادرة تكسره، قامت عملت ايه؟ قامت قعداله ايه، ولمت اخواتها وايه، وجت قعدت. تمام، الماكروفاجس بتتحول لي حاجة اسمها ايبيثيليويد سيلز. ايه ده ايبيثيليويد سيلز؟ يعني ايبيثيليوم يعني ولا ايه؟ لا ناخد بالنا بقى، ايبيثيليويد اويد دي معناها شبه، ماشي، شبه، وايبيثيليا اللي هي شبه الايبيثيليوم، هم شبهوها بالايبيثيليوم بس هي مش ايبيثيليوم، ده عن طريق الخطأ. يعني هي مش ايبيثيليوم، هي عبارة عن activated macrophages. الماكروفاجس بيحصل لها activation فبتتحول لي epithelial cells. epithelial cells بيحوطها ايه؟ بيحوطها leukocytes، بس اهمهم، اهم leukocytes اللي بتحوطها الليمفوسايتس، ممكن كمان بلازما سيلز يعني، بس اهمهم ايه؟ الليمفوسايتس. طيب الجرانيولوما بقى الاميون رياكشن بتستجيب ازاي بقى المناعة بتاعتها؟ بحاجة اسمها type 4 hypersensitivity. هايبر سنسيفتي معناها اللي هي الحساسية، يعني اما يخش حاجة غريبة عليها، ومش عين الميكانيزم يعني، بس هي نعرفها ان الاميون رياكشن بتاع الجرانيولوما تايب 4 هايبر سنسيفتي. تمام، تايب 4 هايبر سنسيفتي ده اسمه ديليد تايب هايبر سنسيفتي، ديليد لانه هو بيتأخر شوية لانه جاي مع كرونيك، فعادي يعني ان كرونيك بيتأخر، فهو تايب 4 ده الاخر ايه، بيتأخر، اللي هو الرياكشن بتاع الهايبر سنسيفتي ده، ماشي. يعني نقول تاني، الجرانيولوما عبارة عن specific اهو type من chronic inflammation، عندها characteristic histological appearance، بتتكون من ايه؟ من aggregation of the macrophages. الماكروفاجز دي بتتحول لايه؟ ما بيحصل لها activation، بتتحول لحاجة اسمها epithelial cells. epithelial cells دي متحوطة بلوكوسيتك بلوكوسايتس، يعني اهمها الليمفوسايتس. الاميون رياكشن في الجرانيولوما ايه؟ type كام hypersensitivity؟ type 4 hypersensitivity. الجرانيولوما بتستجيب عن طريق ايه؟ type 4 hypersensitivity. الباثوجينيسيس بتاع الجرانيولوما، عندنا 2 types من الجرانيولوما. اول type foreign body granuloma، تاني type immune granuloma. نتكلم عن اول واحد اللي هو foreign body granuloma. foreign body granuloma ده سببه ايه؟ سببه فورين بوديز موجودة زي السوتشرز والسيليكا، 2S هم. تمام، الفورين بودي جرانيلوما احنا قلنا سببها فورين بوديز زي السوتشرز والسيليكا، 2 بحرف الاس هم. السوتشرز اللي هي الحاجات اللي بنخيط بيها الناس اللي في الجراحة وكده، بيخيطوا بيها، المفروض بتوع الجراحة دول بيخيطوا بحاجة absorbable. absorbable يعني الجسم يقدر يمتصها. تمام، عشان ما يحصلش بقى رياكشن والجسم بقى يقول ده حاجة غريبة عليا، لا هو الجسم بيمتصها. طيب السوتشرز بقى اما بتتعمل من حاجة non absorbable الجسم ما بيمتصهاش، الجسم بقى بيقول ده جسم غريب عليا، فبيعمل ايه؟ بيعمل حواليها جرانيولوما. والسيليكا ده جسم غريب برضو، احنا عرفنا السيليكا دي ايه، سيليكا ده جسم غريب على الجسم، يعني حاجة غريبة على الجسم، فالجسم هيعمل حواليها ايه؟ هيعمل حواليها جرانيولوما. طيب فورين بادي جرانيولوما دي، يعني جرانيولوما دي هتتكون ازاي بقى؟ اول حاجة الماكروفاجس هتبلع الحاجة الغريبة دي، المادة الغريبة اللي دخلت عليها دي، ماشي، ولان هي المادة اللي دخلت دي الماكروفاج ما بتقدرش تكسرها، وما بتقدرش تكسرها كلها يعني، فبتقوم عاملة ايه؟ بتقوم واخدة جزء منها وتعرضه على سطحها. تمام، اما تعرضه على سطحها بتجذب الايه؟ التي لمفوسايتس، بتاكتف الايه؟ التي لمفوسايتس دي. اما التي لمفوسايتس بتاكتف، بيحصل لها اكتيفيشن، بتفرز حاجة اسمها سايتوكاينز وانترفيرون جاما. السايتوكاينز والانترفيرون جاما دول بيأكتيفيت الماكروفاجس، بينشطوا الماكروفاجز عشان تشتغل، والبروتيوليتيك انزيمز اللي فيها والحاجات اللي فيها تشتغل ايه، بيعملوا لها اكتيفيشن. اما الماكروفاجز يحصل لها اكتيفيشن بنسميها ايه بقى؟
بنسميها epithelial cells. epithelial cells اللي هي ايه؟ activated macrophages. ال epithelial cells يحصل لها fusion، تتجمع مع بعضها وتكون لنا multi nucleate giant cells. تكون لنا ايه؟ giant cells. نقول تاني، قلنا عندنا two types من الجرانيولوما بيختلف في الباثوجينيسيس بتاعها. اول واحد foreign body granuloma، نتيجة لفورين بادي دخل الجسم زي السوتشرز والسلك. ماشي، الماكروفاجس بلعت الفورين ماتيريال دي وعرضت شوية منها، عرضت جزء منها على سطح الخلية دي عشان ايه؟ تحفز التي لمفوسايتس ان هي تتأكتف. اما التي لمفوسايتس تأكتفت يعني عملت لنا، طلعت لنا حاجات اسمها سايتوكاينز وانترفيرون جاما. السايتوكاينز والانترفيرون جاما دول اكتفوا الماكروفاجس، عملوا لها ايه؟ عملوا لها اكتيفيشن. الماكروفاجز لما حصل لها اكتيفيشن اتحولت لي ايبيثيليويد سيلز. ايبيثيليويد سيلز حصل لهم فيوجن، يعني تجمع مع بعض وكونوا لنا مالتي نيوكليت جاينت سيلز. تمام، ده اول نوع. تاني نوع معانا اميون جرانيولوم. احنا اصلا عرفنا ان الجرانيولوم بتستجيب بايه؟ باني نوع من الهايبر سنسيتيفيتي، بتايب 4 هايبر سنسيتيفيتي اسمه ديليد تايب هايبر سنسيتيفيتي. تمام، الاميون جرانيولوما ده نتيجه لحاجات احنا مش قادرين نكسرها، بورلي ديجريدابل. هو اصلا اللي يخلي الماكروفاج تتجمع ايه؟ هي مش قادره تكسر الحاجه اصلا. هي لو كنت كسرتها كانت بلعتها وخلاص، وخلاص خلصت الجسم منها، انما هي مش قادره تخلص الجسم منها فبتتجمع حواليها. بتتم الاميون جرانيولوما دي على خطوتين. اول خطوه بوريليفريشن، يعني تكاثر، وديفرنشيشن. ديفرنشيشن اللي هي بتخليها خلايا ناضجه يعني من CD4 cells. اول حاجه الماكروفاجس بتبلع البروتين انتيجين، بتبلع الانتيجين الغريب عليها ده. تمام، وبتعالجه جواها، ما تعالجه جواها، بتحطه على سطح الخليه. تمام، اما تحطه على سطح الخليه، المستقبل بقى اللي هو موجود اللي هو بتاع التي هيلبرسيل اللي هو CD4. CD4 ده المفروض ده حاجه نايف، يعني حاجه ما لسه ما حصلهاش ديفرنشيشن، ما تحولتش يعني الخلية اللي هي التي لمفوسايتس، ما تحولتش لسه CD4 ما تحولتش. اما تشوف بقى الانتيجين ده معروض على الماكروفاجز دي، بيحصل لها اكتيفيشن وديفرنشيشن، بتتحول لايه؟ بتتحول للتي هيلبر سيلز. تمام، نقول تاني، الماكروفاجز بتبلع الفورين بروتين انتيجين ده، بتحطه على سطح الخلية بتاعها. تمام، CD4 اللي هو CD4 ده بتشوف الانتيجين محطوط على الخليه ده، فبيحصل لها اكتيفيشن. لما بيحصل لها اكتيفيشن بتتحول لايه؟ لخليه اسمها تي هيلبر سيلز. بيحصل لها ديفرنشيشن اللي هي بتتحول لخليه اسمها ايه؟ تي هيلبر سيلز. خلاص بقى حصل لها نضجت. بعض من الديفرنشيتد اكتيفيتد تي هيلبر سيلز دول بيخشوا بقى السيركيوليشن وبيبقوا موجودين في الميموري سيلز، يعني بتاعت الميموري بتاعت تي سيلز اللونج بيريودز، ممكن تستمر لايه؟ ييرز. ده اول حاجه. تاني حاجه التي هيلبر سيلز بقى ما حصل لها ديفرنشيشن هتعمل ايه؟ التي هيلبر سيلز دي هي رقم واحد هتسكريت السيتوكاينز، هتخرج لنا حاجه اسمها ايه؟ سيتوكاينز. السيتوكاينز دي هتعمل لنا ايه؟ السيتوكاينز دي اول حاجه هتاتراكت، هتجذب لنا اللوكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضاء، يعني هتجذبها للمنطقه اللي حصل فيها الانفلاميشن، والماكروفاجس هتخليها موجوده في مكانها، هتمنع انهبيت ماكروفاجس مايجريشن، مش هتخليها تهاجر، هتخليها مكانها بقى. يعني اول حاجه هتعمل ايه؟ هتعمل اتراكشن لللوكوسايتس لمكان الانفلاميشن، وهتنهبت الماكروفاجس مايجريشن. تاني حاجه هتستيميوليت الليمفوسايت بروليفريشن، هتعمل بقى تكاثر ايه؟ هتعمل تكاثر للليمفوسايتس. تمام، وهتثير عمليه الانفلاميشن، هيحصل انفلاميشن. تمام، وهتسبب لنا النيكروزس. النيكروزس اللي هو الايه؟ الخليه بتتاكل، يعني الخليه بتموت اقصد. تمام، يعني اكتيفيتد تي هيلبر سيلز بتعمل حاجتين. اول حاجه بتاتراكت اللوكوسايتس لمكان الانفلاميشن، وبتمنع الماكروفاجس من انها تهاجر عشان تتجمع عشان يكون لنا جرانيولوما. طيب والليمفوسايتس بقى اللي هي محوطه للماكروفاجس دي بتعمل فيها ايه؟ بتعمل لها بوريليفريشن عشان تحفز لنا بقى عمليه الانفلاميشن
وبتعمل تشو نيكروزس اللي هو بتموت الخلايا بقى. تمام. ده دايجرام عشان نوضح اللي احنا قلناه. اول حاجة السيل حصل فيها انجري، الجسم فشل ان هو يهضم المادة دي، حلو، حصل ويك يعني ريسبونس ضعيف. تمام، الماكروفاجس بلعت الجسم الغريب ده. تمام، ما قدرتش تهضمه. تمام، بولي دايجستابل ايجنت ما قدرتش تهضمه، هتستجيب بايه بقى؟ بالتي سيل ميديتد ريسبونس. تمام، اللي هي احنا قلنا عرضته على سطحها، وما عرضته على سطحها اكتيفيتي الايه، السي دي 4 تي سيلز. سي دي 4 تي سيلز اللي هي تي هيلبر سيلز بقى، تحولت لتي هيلبر سيلز اللي هي فرزت سيتوكاينز. سيتوكاينز عملت لنا ايه؟ كيموتاكتيك فاكتور اللي هي جذبت الخلايا لمكان الانفلاميشن. والماكروفاجس احنا قلنا الماكروفاجس بتتاكتف عن طريق السيتوكاينز والانترفيرون ايه جاما، بس هنا كده مكتوب الانترفيرون جاما يعني هي الاكثر حاجه يعني. تمام. الماكروفاجس لما يحصل لها اكتيفيشن من انترفيرون جاما هيحصل اكيوميليشن للتشو. الماكروفاجس ده ايه؟ هتيجي تتجمع. احنا قلنا الاكتيفيتي الماكروفاجس اسمها ايه؟ اسمها ايبيثيليويد سيلز. الايبيثيليويد سيلز لما يحصل لها فيوجن، لما تتجمع مع بعض بنسميها جاينت سيلز. تمام، وقلنا السيتوكاينز دي بتعمل ايه؟ بتعمل فايبروبلاستيك بروليفريشن. فايبروبلاست بتعمل لها ايه؟ بروليفريشن، بتتكاثر عشان تحفز الانفلاميشن وايه، ونكون الجرانيولوما. كده كوننا الجرانيولوما. تمام. اهي دي صوره الجرانيولوما، ده كور من الليمفوسايتس اهو حوالين الجرانيولوما اهي، ده كور من الليمفوسايتس. بعد كده في جاينت سيلز مالتي نيوكليتيد دي موجوده بريفرال على الطرف، اسمها لانج هانز سيلز. يعني هناخدها في التي بي، يعني احنا التي بي ده نوع من الجرانيولوما هناخدها فيه يعني. ماشي، احنا قلنا اهو ده جاينت سيلز، ده نوع من جاينت سيل، ده ايماتيور بقى، ده ماتيور. بعد كده ده كازياس نيكروزس، حصل نيكروزس هنا كده، الخلايا يعني ملهاش ملامح، عارفه يعني هي كتله كده على بعضها مع بعضها كده، ده النيكروزس بتاعنا. وايبيثيليويد ايه سيلز، تمام، اللي هي الايبيثيليويد سيلز اللي هي ايه؟ اللي هي الماكروفاجس بعد ما حصل لها اكتيفيشن. حاجات موجوده على البريفرال اللي هي الجاينت سيلز، حاجات حصل لها نيكروزس هنا كده اهو اللي هي دي سنترال، حصل نيكروزس في السنتر اسمه سنترال نيكروزس، وحصل اجريجيشن للايه؟ للايبيثيليويد سيلز. نتكلم عن types of granulomatous inflammation، ممكن تيجي نتيجة بكتيريال أو parasitic أو fungal أو inorganic metals or dusts or foreign bodies أو anonia. البكتيريال أشهر سبب فيها اللي هو TB. تمام، بعد كده الparasitic أشهر parasitic عندنا اللي هو schistosomiasis أو البلهاريزيس اللي هو البلهاريسي يعني. الفنجل اللي هو فطريات اسمها plastomycosis أو الcryptococcus neoformans. ممكن كمان تيجي inorganic metals or dusts زي السيليكوزس اللي هي مادة السيليكا اللي بنصنع منها ايه؟ الازاز. ممكن كمان يبقى فورين بوديز غريب على الجسم اللي هو السوتشرز اللي احنا عرفناها اللي هي الخوت الجراحية دي، او بريست بروسيسز دي في مادة اسمها سيليكون بتتحط في البريست، دي مادة غريبة على البريست، فالبريست طبيعي هيستجيب ضدها برياكشن، هيعمل ايه؟ هيعمل جرانيلوما. او ممكن تبقى unknown cause زي ساركيدوزس والكرونز ديزيز. تمام. كده خلصنا الجرانيلوما، نرجع عليها سريعا. عرفنا الجرانيلومس انفلاميشن وعبارة عن specific type من chronic inflammation، عنده كاركترستيك هيستولوجيكال ابييرنس، وعرفنا الكاركترستيك ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو تجمعات من الماكروفاجس دي بتتجمع، بيحصل لها اكتيفيشن، بتتحول للايبيثيليويد سيلز. الايبيثيليويد سيلز دي متحوطه بايه؟ بليمفوسايتس. الاميون رياكشن بتاع الجرانيولوما عموما اللي هو ايه؟ عموما يعني اللي هو التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. عرفنا الباثوجينيسيس بتاع الفورين بودي جرانيولوما وبتاع الاميون جرانيولوما. الدياجرام ده موضحها اكتر، موضحها ان حصلت الانجري، الجسم مقدرش ان هو يهضم الحاجة الغريبة دي،
تمام، ماكروفاجز ما قدرش يستخدمها، فحصل اكيوت ريسبونس، الماكروفاجز بلعتها، ما بلعتها ما قدرش ايه تهضمها، فاستجابت بايه؟ بسيل ميدييتد ريسبونس. السيل ميدييتد ريسبونس دي عملت لنا اكتيفيشن للسي دي 4 تي سيلز. السي دي 4 تي سيلز دي اما حصل لها اكتيفيشن بدات تنتج لنا السيتوكاينز والانترفيرون جاما. الانترفيرون جاما ده عمل اكتيفيشن للماكروفاجز، اما الماكروفاجز حصل لها اكتيفيشن تحولت الابيتريوت سيلز وايه حصل لها اكيوميليشن في التيشو نتيجه حركه اللي هي الكيموتاكتيك اللي هو عمال يجذب الماكروفاجز عشان تيجي، ويحصل لها اكيوميليشن في الايه في التيشو. تمام، عرفنا ان الماكروفاجز بيحصل لها اكتيفيشن تحول لها الابيتريوت سيلز، وبيحصل بروليفريشن للفايبروبلاست، وفي الاخر بيتكون لنا ايه جرانيولوما. عرفنا ده والتايبس اوف جرانيولوما اغلبها حفظ يعني، دي مهمه، والانون كوز دي ساركيدوزس والكرونز ديزيز. بعد كده هنتكلم عن تيبركلوزس او التي بي اللي هو مرض السل. ايه هو مرض السل ده؟ احنا قلنا ده نوع من الجرانيولوما، من الانفكتيف جرانيولوما. يعني ايه اللي بيسببه؟ يعني بيسببه بكتيريا اسمها ايه، مايكوباكتيريوم تيبركلوزس او تيبركل باسيلاي. ماشي، دي بتصيب الهيومن او بتصيب البوفاين اللي هو الايه اللي هو الحيوانات. تيبركلوزس الجرانيولوما بنسميها تيبركل، الجرانيولوما بتاع التي بي بنسميها ايه تيبركل. قلنا سبب التيبركلوزس ايه، مايكوباكتيريوم تيبركلوزس، بكتيريا اسمها مايكوباكتيريوم ايه تيبركلوزس. طيب التايبس بتاعتها برايمري وسكندري. برايمري الانفكشن بتبقى في البرايمري بتبقى الاول مره بتحصل فين، في التونسيل واللنج والانتستين والسكن. اما سكندري بيبقى لا مش اول مره، ممكن تاني مره تالت مره، بس هي ايه مش اول مره، فدي بتحصل في ايه في اي مكان. طيب الروت الانفكشن احنا ممكن تعدينا ازاي اللي هي التي بي دي؟ ممكن عن طريق الانهاليشن. الانهاليشن ده كوملست ميثود، ديت الطريقه الاشهر. حد جنبك عطس تمام، وانت الهواء التي بي ده بتنتشر في الهواء تمام، فانت خدت التي بي اما تنفست كده وخدتها وخدت هواء خدتها، راحت لك فين؟ راحت لك في التونسلز اللي هي اللوز، وراحت لك في اللنجز اللي هو الايه الرئه تمام. طيب او كلت حاجه، او هي مش كلت بقى هو شربت، لان هي دي بتيجي في اللبن يعني بتيجي مع اللبن، كل شربت لبن تمام. اللبن ده في باسيلاي دي تمام، فانت خدتها ودخلت فين؟ دخلت في التونسلز او دخلت فين؟ في الانتستين. بس خلينا نتفق على حاجه، ان التي بي دي ما بتموتش بالغليان وما بتموتش بالحراره. يعني مثلا يقول لك اغلي اللبن كويس وعشان تموتها وكده، بس هي التي بي دي ما بتموتش بالحراره. التي بي دي بتموت بالبسطره بقى، يعني بنعمل عمليه بسطره وبتموت بالالترا فايلوت، انما هي ما بتموتش لا بالحراره ولا بتموت بالتجفيف. ماشي ماشي. او ممكن عن طريق السكن، يعني ايه سكن كونتاكت، يعني حصل فيه كونتاكت ما بين السكن، سكن شخص وشخص تاني. ده بنلاقيها فين؟ بنلاقيها اكتر عند الدكاتره وعند الجزارين، بس لازم الايد يبقى فيها جرح عشان التي بي تطلع تعرف تدخل. طيب اللي عند الجزارين مثلا هو عنده بقى سكاكين وبيقطع قطع عور، واللحمه اللي هو ماسكها دي فيها التي بي، اللحمه اللي هو اللي ماسكها فيها التي بي دي، التي بي دي هتخش على الجرح ده وهتسبب له الايه الانفكشن. او مثلا دكتور كان بيمسك مشرط واتعور ومش لابس جلافز، وجاله مريض وشافه ودخله، مثلا المريض ده عطس او حاجه، المريض لا ما عطسش بقى احنا، لان احنا هنا في سكين كونتاكت، مثلا مسك ايد المريض او شاف اي حاجه، والمريض ده اصلا يعني كانت في ايديه التي بي دي وهو مش واخد باله، يعني حصل فيه انفكشن، فالدكتور اتعدى وشويه، يعني دي شويه خيال قوي يعني شويه خيال، فايه هو مش كومن قوي تمام. الباثوجينيسيس بقى بتاع التي بي، التي بي دي ما بتفرزش الاكزوتوكسينز ولا اندوتوكسينز ولا هيستوليتيك انزيم. امال ايه بقى سر الجمدان ده اللي هي ما بتموتش لا بالغليان ولا بالحراره ولا بالتجفيف؟ ايه بقى السبب ده؟ سببها في تركيبها، عندها ليبيد وعندها بروتينز. الليبيد ده بيحميها من الحراره والتجفيف، وبيحميها من انها تموت بالاسيد والفري راديكلز، بيحميها من حاجات كتير قوي تمام. وكمان سبب قوتها ان هي بتقدر تهرب من ان الماكروفاجز انها تقدر ايه تقتلها. والاميون ريسبونس بتاع التي بي دي
delay type hypersensitivity. فبيقول لك hypersensitivity play the dominant role، يعني الدور الملحوظ في الـ TBD الـ hypersensitivity هي الـ إيه؟ هي اللي بتعمله، وبتعمل tubercle إيه؟ formation. tubercle formation البكتيريا أصلا مستفزة، يعني هي داخلة عشان تستفزك هذا المناعة، تعمله hypersensitivity حسيا داخلة تستفزه. مهم أول خلايا قابلتها neutrophils، neutrophils ما عرفش تعمل معها حاجة، قامت الـ neutrophils إيه؟ ميتة. بعد كده الماكروفاجس، الماكروفاجس خدت البكتيريا دي، المفروض هي هتضمها، بس طبعا لان هي بكتيريا بتعرف تسكيب الكيلينج من الماكروفاجس، ما عرفتش تهضمها. تمام، فما عرفتش تهضمها الماكروفاجس دي عادت على سطحها، فنشطت بقى ال CD4 تي سيلز، حصل لها اكتيفيشن، وما حصل لها اكتيفيشن فرزت سيتوكاينز وايه واكتيفيت الايه الماكروفاجس. تمام، بعد كده بيورينا بقى صورة اللي هي تي بي دي فيها ابيثيليويد سيلز هنا اهي، وبعد كده في متحوطة ليمفوسايتس، والحتة السنترال ده سنترال نيكروزس، وفي على البريفرال كده لانج هانز جاينت سيلز، وفي ايه رينج كده، رينج كده حواليهم كلهم اللي هي الايه الفايبروبلاستس. المورفولوجي جروسلي كده ماكروسكوبيك بيكتشر، يعني التيوبركل ما بقدرش اشوفها بعيني. تمام، هي مايكروسكوبيك سايز، حجمها صغير قوي. ماشي، النمبر اوف التيوبركلز، عدد التيوبركلز بيبقى موجود جنب بعض، وممكن يلتحقوا مع بعض هيعملوا لنا فوليكلز كده لونها ايه، لونها جراي. اما الكازيشن تحصل لونها هيبقى بيل يلو وتشيزي في الكونسيستنسي. تمام، لان هيبقى تشيزي في الكونسيستنسي ليه؟ نتيجه الكازيشن اللي حاصل ده، سنترال كازيشن الموجود في الجرانيولوما دي. طيب ميكروسكوبيك بيكتشر بقى اللي احنا شفناها دي، اللي هي كان الخلايا اللي كان فيها ابيثيليويد سيلز، وكان فيها لانج هانز جاينت سيلز، وكان فيها ليمفوسايت. الخلايا المسؤوله عن التي بي اللي هي بنشوفها تحت الميكروسكوب في خليه الجرانيولوما بتاع التي بي هما ثلاثه، ابيثيليويد سيلز ولانج هانز جاينت سيلز وليمفوسايت. الابيثيليويد سيلز دي موجوده في الايه، في السنتر بتاع التيوبركل. تمام، دي جايه منين؟ جايه من المونوسايت او الهيستيوسايت. الهيستيوسايت اللي هي الايه، الماكروفاجز، هي شبه الابيثيليوم شويه، الابيثيليال بتاعها السيتوبلازم بتاعها موجود بكثره، بس لونه بيل. لونه بيل ليه؟ نتيجه لان الليبيد موجوده في التيوبركل بس اللايت. تمام، ده اللي مديها اللون البيل. والسيل بوردرز بتاع الابيثيليوسيلز ده مش واضح المعالم، والنيوكلي بتاعتها النيوكليوي بتاعتها لارج وراوندد اور اوفال او فيزيكولار. فيزيكولار اللي هي شكلها حويصلي، الشكل شبه الحويصله كده. بعد كده السيلز اللي بعدها اللي هي لانج هانز جاينت سيل. لانج هانز جاينت سيل دي عباره بتتكون عن طريق الفيوجن من الابيثيليوم سيلز، لما يحصل لهم فيوجن بيكون لنا ايه، لانج هانز جاينت سيلز. جاينت يعني كبيره، عندها لارج بوديز وسيتوبلازم كتير عادي، وعندها مالتيبل نيوكليوي، مالتيبل كتيره يعني راوندد او اوفال، ممكن تبقى مترتبه في دايره او قرش من دايره، يعني جزء كده من دايره. تمام، ودي بتبقى موجوده فين؟ على البريفرال. الجاينت سيل دي موجوده على البريفرال بتاع السيتوبلازم. بيعملوا ايه دول؟ دول بيشيلوا كازيشن ماتيريال، ماتيريال اللي هي بتعمل كازيشن دي، وكمان ايه، البكتيريا. طيب تالت خليه معانا اللي هي الليمفوسايتس، بتعمل حلقه كده حوالين الابيثيليوم سيلز، او ممكن تبقى موجوده بينهم. تيوبركلز بقى اللي هي الاولد اللي بقى لها كتير، بتبقى متحوطه بفايبروبلاستس. متحوطه بايه؟ فايبروبلاست. الليمفوسايتس دي بتحوط الابيثيليوم سيلز، اما التيوبركلز الاولد بتحوطها بايه؟ فايبروبلاست. طيب الفيت بتاع التيوبركل بقى، الفيت بتاع التيوبركل على حسب مناعه الشخص، لو هو كان هاي اميونيتي او لو اميونيتي. لو هاي اميونيتي بتعتمد على حجم الفكاي بقى، على حجم اللي هي التيوبركل، حجم التيوبركل. لو كانت صغيره سمول فكاي كده بيحصل لها كومبليتلي فايبروست. طب لو كانت كبيره بقى بيحصل لها كابسيوليتد، بنحوطها كده بكبسول، وفي جوه في كازيشن عادي، وفي كازيشن جوه ممكن يحصل كالسيفيكيشن، ممكن يترسب فيها املاح زي الايه، زي الكالسيوم. ده لو كان هاي اميونيتي. طيب لو كان لو اميونيتي، لو كان لو اميونيتي هيحصل بقى سبريد، التي بي ده بقى هينتشر. هينتشر اما دايركت من تيشو لتيشو جنبه، سراوندنج تيشو اللي جنبه، او عن طريق الليمفاتكس، هيمشي عن طريق الليمفاتيك فيسل، هيروح للليمف نود، هيعمل انفلاميشن في الليمف نود، هيعمل تيوبركلس ايه، ليمفادينايتس، او عن طريق البلاد ستريم،
عن طريق ان هو اصلا مثلا هو جنب blood vessel، فهيقوم خارم blood vessel ده هيخرمه وهيخش blood circulation، هيخش blood stream فايه فهيروح blood. او ممكن intra canalicular spread، ده natural spread. يعني ايه natural spread؟ يعني مثلا التبي جت في اللنج فالبرونكاي فمشيت مشيت مشيت وراحت على البرونكاي، او مثلا التي بي كانت موجوده في الكيدني فقامت نازله وراحه على اليوريتر، ده يعني ناتشرال باسج عادي. تمام. نراجع بقى كده على التي بي. احنا قلنا التي بي عباره عن كرونيك انفكتيف، هو عباره عن كرونيك انفكتيف ايه جرانيلوما، ايه اللي بيسببه؟ بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. الطيب بتاعه قلنا برايمري يعني اول مره، سكندري يعني الري انفكشن اعاده العدوى يعني تاني، وده بيصيب اي مكان. روت الانفكشن ممكن يبقى انهاليشن او ممكن يبقى انجيشن، شربت لبن كونتاميت بالباسيلاي ده يعني ملوث بالباسيلاي دي، او سكين كونتاكت يعني سكين كونتاكت ما بين شخص والتاني، ودي مش كومن قوي يعني هي كومن اكتر واحده الانهاليشن. الباثوجينيسيس عرفنا سرتها سر قوتها ان هي التركيب بتاعها فيها بروتين وفيها ليبيدز، فدي بتقدر تهرب من الماكروفاجس ان هي ايه ان هي تقتلها. والهايبر سنسيتيفيتي ده بتلعب الدور الكبير في الايه في التيشو رياكشن والتيوبركل فورميشن، اتكلمنا على دي. اتكلمنا على شكل الجرانيولوما تحت. الجرانيولوما تحت بتتكون من ايبيثيليات سيلز اهم، بعد كده في surrounded by الليمفوسايت اهي رينج هيم حوطام واللانج هيم جاينت سيلز موجودة على البريفري، وفي فايبروبلاست اهي وسنترال كازيشن نيكروزس. المورفولوجي احنا قلنا الماكروسكوبيك الماكروسكوبيك بيكتشر، التيوبركل اصلا ما بنشوفهاش. تمام. number of tubercles موجودين جنب بعضهم البعض يعني ممكن fuse together ويكون لنا gray يعني gray follicles. اما بيحصل بقى كازيشن الفولكل دي ما بيبقاش لونها بقى جراي، بيبقى لونها ايه بيل يلو تشيزي في الكونسيستنسي. مايكروسكوب بيكتشر احنا قلنا الخلايا المسؤوله عن التي بي اللي هي الابيثيليال سيلز لانج هان جاينت سيلز والليمفوسايت، احنا قلنا الابيثيليال سيلز دي موجوده في السنتر بتاع التيوبركل، بتتكون هي عباره عن اكتيفيتد ماكروفاجز. الماكروفاج دي ساعات بنسميها هيستيوسايت، هي شبه الابسيليم كده، السيتوبلازم بتاعها لونها بيل لان في الليبيد بتاع الباسيلاي دي بيديله اللون البيل. بعد كده لانج هان جاينت سيل موجود على البريفري، بتتكون من الفيوجن بتاع الابسيليت سيلز، ممكن تبقى بتكون لنا شكل سيركل او ارش من السيركل. الليمفوسايت بقى هي رينج حوالين الابسيليت سيلز او ممكن تمتد بينهم. الاورد تيبركل بتبقى متحوطه بايه؟ بتبقى متحوطه فايبر بلس. احنا قلنا الفيتو تيبركل على حسب الاميونيتي بتاع الشخص، لو كان هاي اميونيتي او كان لو لو اميونيتي. لو هاي اميونيتي هيعتمد على حجم الفقاي، حجم الفقاي صغير هتبقى كومبليتلي ابزوربد، لو حجم الفقاي كبير هتحوطها بكبسول وفي النص هيبقى فيه كازيشن عادي. الكازيشن ده ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن، يترسب فيه كالسيوم. طب لو لو اميونيتي الليجن بقى بينتشر عن طريق الدايركت سبريد، ممكن للتيشو اللي حواليه، او الليمفاتيك سبريد يروح للليمف نود، او بلود ستريم يخرم البلود فيسل ده ويروح للبلود ستريم، او انترا كانيليكولار سبريد اللي هو ناتشرال سبريد يعني عن طريق ناتشرال تيوب، زي مثلا البرونكاي او اليوريتا اللي هو جاي في اللنج مثلا هينتقل عن طريق البرونكاي، لو كان في الكيدني هينتقل عن طريق اليوريتر. كده خلصنا ان شاء الله يعني. نجيبها من الاول. اتكلمنا عن الكرونيك انفلاميشن، اتكلمنا عن الديفينيشن بتاعه، اتكلمنا عن الكوز بتاعته الديفينيشن بتاعه. احنا قلنا عرفنا عن الكرونيك انفلاميشن هو شخص بقى تقيل وهادي وراسي، بيبقى سلو بطيء كده وبرولونجت في الاكشن بتاعه. الكوز بتاعته عرفنا يا اما يجي اكيوت وما عرفناش نعالجه، يا اما اكيوت وكل شويه عمال يتكرر فتحول لكرونيك، يا اما هو اصلا جاي كرونيك من البدايه نتيجه لايه لو فيريلانت فاكتور. وعرفنا الميكانيزم بتاعه ممكن يبقى نتيجه للانفكشن او ممكن يبقى نتيجه لتوكسيك ايجنتس او ممكن يبقى نتيجه لايه الاوتو اميونيتي. والمورفولوجيكال فيتشرز بتاعتنا عرفنا اللي هو التشيل استراكشر بتاعه بيبقى اقل من الاكيوت،
وشلت اكسيديت برضو اقل من الاكيوت. في حاجه مميزه جدا فيه اللي هو الاند ارترايتس اوبليترينز، مهم قوي في الكرونيك انفلاميشن. عرفنا السيلز بتاعته اللي هي الليمفوسايتس وماكروفاجز وايه وبلازما سيلز. عرفنا التايبس بتاع كرونيك انفلاميشن، في سبيسيفيك وان سبيسيفيك. السبيسيفيك لان تيجي في حاجه مميزه فيه، هيستولوجيكال فيتشرز مميز فيه، اللي هو الايه جرانيولوما. تمام. النوع التاني هو نون سبيسيفيك، مش مميز، يعني مفيش حاجه مميزه فيه. جرانيولوما عرفنا الديفينيشن بتاعها، عرفنا جرانيولوما دي عباره عن سبيسيفيك تايب من الكرونيك انفلاميشن، بتتكون من ماس من الماكروفاجز، تجمعات من الماكروفاجز. الماكروفاجز بتاكتيفيت وبتحول لابيثيليال سيلز، الابيثيليال سيلز بيحصل لها فيوجن بتكون لنا ايه جاينت سيلز. بعد كده الباثوجينيسيس بتاعنا عرفناه، اللي هو بيختلف، بيبقى ممكن يبقى فورين بودي او ممكن يبقى ايه اميون. عرفنا التايبس بتاع جرانيولومس انفلاميشن، وهي حفظ شويه يعني ممكن يبقى بكتيريال شبه التي بي او بارازيتك شيزوميزيس او بلهرزيزيس، ممكن انونكوز زي الساركيدوزيس، ممكن فورين بودي زي السوتشرز، بارازيتك مثلا شبه البلهرزيزيس. بعد كده اتكلمنا عن التيوبركل. احنا قلنا التيوبركل ده عباره عن جرانيولوما، انفكتيف جرانيولوما، وهي كرونيك يعني. بعد كده عرفنا ان الاتيولوجي بتاعها نتيجه هي جايه بسبب بكتيريا اسمها ايه مايكوبكتيريوم ايه باسيلاي، مايكوبكتيريوم تيوبركلوز يعني باسيلاي. عرفنا الروت اوف انفكشن، يا اما انهاليشن يا اما انجيشن يا اما سكين كونتاكت. عرفنا الباثوجينيسيس بتاعها، المورفولوجي بتاعها اللي هي الماكروسكوبيك بيكتشر. التيوبركل اصلا مش بنشوفها بالعين المجرده، بس لو اتجمعوا مع بعض ممكن نشوف لونهم جراي، بعد كده بنشوف لونهم يلو نتيجه للكازيشن ده، حصل كازيشن فبقت يلو وتشيزي في الكونسيستنسي. بعد كده الميكروسكوبيك بيكتشر، عرفنا السيلز اللي بتكونها ايبيثيليال سيلز، لانج هاند جاينت سيلز، وايه وليمفوسايتس. عرفنا الفيد بتاعها بيعتمد على الاميونيتي، يا اما هاي اميونيتي يا اما لو اميونيتي. لو كانت هاي اميونيتي بتعتمد على حجم الفكاي، لو كانت سمول هتهيل بالفايبروزس، لو كانت لارج هيحصل لها كابسوليتد وهيبقى في سنترال كازيشن، ممكن يحصل ايه كالسيفيكيشن، املاح تترسب. ولو كان مثلا لو اميونيتي هيحصل لها ايه دايركت سبريد، وعرفنا بتنتشر فين. تمام. نشوف بس سؤالين كده، سؤالين بصوت يعني. اول حاجه اول سؤال بيقول لك الابيثيليال سيلز عباره عن موديفايد ابيثيليال سيلز، ماكروفاجز، ليمفوسايتس، بلازما سيلز. نقول ابيثيليال سيلز، انا اتاكد عليها. لا طبعا مش ابيثيليال سيلز، قلنا هي شبه الابيثيليال سيلز بس هي عباره عن ايه ماكروفاجز. تمام. عباره عن ايه ماكروفاجز. بيقول لك الباثوجينيسيتي اوف تيوبركل باسيلاي از ديو تو برودكشن اوف اكزوتوكسين ولا اندوتوكسين ولا هيستوليتيك انزيمز ولا اندكشن اوف ديليد سيل هايبرسنسيفيتي. احنا قلنا اصلا هي ما بتفرزش لا اكزوتوكسين ولا اندوتوكسين ولا هيستوليتيك انزيم. هي قوتها في ايه؟ في تركيبها، وان هي بتستفز الجسم والماكروفاجز ما بتقدرش تكسرها ما بتقدرش تقتلها، فيبقى الاجابه ايه اندكشن اوف ديليد سيل هايبرسنسيفيتي. والحمد لله، اتمنى تكونوا استفدتوا وربنا يوفقكم باذن الله.